مستر شوقي، ننتقل إلى صيحة بعد إذنك وكل المشاهدين لنقرأ اتفاق على مواصلة الاجتماعات اليومية بشأن سد النهضة. التأم بالخرطوم أمس الثلاثاء الاجتماع الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في حضور 3 مراقبين من الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا. وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إن الاجتماع جاء بناء على مبادرة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وأوضح أن الاجتماعات الثنائية بين السودان ومصر من جهة والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى تكللت بتحديد موعد الاجتماع الذي عقد أمس. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش بندين أساسيين والإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن والمسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة على حدة. وأكد الوزير أن الاجتماع تم بروح إيجابية وكان النقاش مثمرا، وأعرب عن أمله في أن تتواصل تلك الروح للوصول إلى توافق في القضايا العالقة. ما هي أبرز النتائج التي خرج بها هذا الاجتماع؟ أولا نعتقد أن الاجتماع في حد ذاته نتيجة جيدة، يعني استدراج أثيوبيا وإقناعها بأن تجلس مرة أخرى في طاولة التفاوض هذا أمر كان مهم جدا. أثيوبيا كانت متعنتة وترى أنها ستشرع فورا في ملء السد في فترة الخريف، من شهر 7 ستبدأ في ملء السد ولا تريد أن تجلس إلى طاولة التفاوض. هذا هو الأول حاجة أفتكر أنها كانت نتيجة جيدة. الشيء الثاني تحديد المشاكل الداخلية لكل دولة، يعني من مسألة التفاوض نفسها ومن الوثيقة التي تم التوقيع على بالأحرف الأولى في أمريكا وكل هذه المسائل، دي مسألة مهمة جدا الانتباه للتباينات داخل الدول. ثم العودة إلى التفاوض مرة أخرى، يعني هنالك اتفاق في هذا الاجتماع أن الناس يعودوا للمفاوضات، يعودوا لطريق المفاوضات، ونعتقد أنه هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن تسير فيها في أثيوبيا والسودان ومصر تحديدا، هم أكثر اهتماما بهذا المسألة، فهذا في تقديري إنجاز. يعني الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين الدول الثلاث، يعني هل يشير إلى إمكانية حدوث تقدم في مسألة التفاوض؟ نعم، يعني بشكل كبير الآن أمريكا هي جزء من المراقبة، وكذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجنوب أفريقيا هم الآن جزء من هذه المراقبة، ووزارة الخزانة الأمريكية مهتمة جدا بمسألة سد النهضة وهي ترعى هذه المفاوضات، تعتقد أنه سيحدث تغيير تنموي في مناطق شرق السودان وفي مناطق غرب أثيوبيا وفي منطقة شرق أفريقيا بشكل كبير، يؤهد لذلك هي مهتمة جدا بهذا في اهتمام دولي بالسد لأنه يحدث بعض التحولات والتغييرات في هذه المنطقة وهي واحدة من منطقة من الروافد الأساسية للهجرة والفقر فيها مشاكل كبيرة جدا. لذلك أنا أعتقد أنه إذا الناس عادوا إلى التفاوض في حرص للوصول للاتفاق، حرص كبير يعني. نعم، إذا كنت تذكر، لكن إثيوبيا يعني أعلنت تمسكها بمواقيت ملأ الخزان وهي النقطة الخلافية التي تتباعد فيها مواقف الأطراف الثلاثة، هل من الممكن أن تتراجع إثيوبيا عن هذا الموقف بعد تدخل هذه الأطراف؟ نعم، أنا أولا أفتكر أنه في ناس في حاجات كثيرة يجب أن تفهم بطريقة سليمة أنه إثيوبيا لم تكتمل، إن السد لم يكتمل تماما. الشيء الآخر مسألة ملء السد الآن هي ربما ما ممكنة بشكل كامل لعدم اكتماله. الشيء الآخر فترة الخريف هي فترة غنية جدا في الهضبة والنيل يتدفق بشكل كبير جدا، ولا يمكن أن تتأثر حصة مصر والسودان في هذا الوقت تحديدا. يعني اللي قلت لك الأسباب اللي قلت لك في أنه لم يكتمل في كثير جدا في بعض الأشياء. وأثيوبيا أنا المشهد هي ما عند لديها مشاكل داخلية تتعلق بأوضاع سياسية في أثيوبيا، لذلك هي حريصة على إرجاء مسألة التفاوض الآن والوصول إلى نتائج نهائية، وهنالك من المعارضة تتاجر بمسألة السد أو في الآخر تستخدمه ككرت، يعني من حقها يعني أنها تستخدمه ككرت في مسألة الانتخابات في منطقة إقليم التجري وهي مسائل معقدة يعني في داخل في الشأن الأثيوبي يعني. فلذلك أنا أفتكر أنه لو استطاعت أثيوبيا أن تتخطى مسألة الانتخابات وتحل بعض القضايا الداخلية ربما نسمع منها لغة مختلفة ومواقف مختلفة، ربما تمضي إلى توقيع ولا تحتاج إلى أن تخسر المجتمع الدولي بأنها تتصرف تصرف أحادي يعني. طيب دعنا نتحدث عن إثيوبيا قليلا، إذا استطاعت إثيوبيا أن تتخطى ما كنت تتحدث عنه قبل قليل، نعم، كيف يمكنها أن تتخطى التوترات الحدودية بينها وبين السودان؟ هل يمكن أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على المفاوضات حاليا؟ السودان الآن لديه مصالح كبيرة في مسألة سد النهضة، لديه مصالح مائية كبيرة جدا في النيل على كل أفرعه وامتداداته، هو حريص على هذه المصالح،
ومسألة ما حدث في الحدود الأثيوبية في منطقة الفشقة ربما هو يعني أثر. حتى رأينا اللغة اللي تحدثت بها وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله في لقاء تلفزيوني، ولكن هذه الأزمة في طريقها للحل. يعني قيادة البلدين اشتغلوا شغل مكثف في أن المسألة تحل ما تتكرر، هي ظلت تتكرر لسنوات طويلة جدا بدافع الزراعة في منطقة الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى ومنطقة نورين، لكن الآن هنالك اتجاه لحل هذه المسألة جذريا. والمهم جدا أثيوبيا ليس لديها نزاع حدودي مع السودان، ما في نزاع، وإنما في ظروف طبيعية بتدفع الأثيوبيين أنه يدخلوا الأراضي السودانية. في اتفاق في لجنة تكونت وفي وفد من السودان زار أثيوبيا في الشهر الماضي، واتفقوا على بطريقة قاطعة ترسيم أو وضع علامات الحدود. نعم. الحدود أصلا هي مرسمة ومتفق عليها في أغلبها، وبفضل تبقى أن توضع هذه العلامات، وأعتقد أنه تحدد شهر أكتوبر لبدء هذه العملية. فلذلك أنا أعتقد منطقة الفشقة يسهل حلها. الجيش الأثيوبي وبعض الميليشيات التي تسمى بالشفتة هم الذين قادوا العمل هناك، ربما هي فصائل موجودة متعلقة المسألة بإقليم التجري وكذا، وحتى الجيوش الموجودة في إقليم التجري بعضها يتم أنه يدفعوا له عشان يشتغل يعني. فلذلك المشكلة أنا أعتقد في الحدود بالعمل الإدارات القيادات السياسية في البلدين يمكن حلها وما توسعها للأوضاع.